يا استاذ عادل، صباح الفل عليك واهلا بيك معانا. صباح الفل يا كريم، وبونجور يا نهاوند. بونجور، صباح خدتي بالك ايه؟ خدتي بالك في التفصيله امال دي؟ ايه؟ انا صباح الخير، لكن في حالتك الوضع طبعا صح يا بريد، انا معاك في اللي انت بتقوله ده ما مليون اقدرش في يا المية. كريم، انت لو قلت لها صباح الخير هتيجي يعني هتبص لي من فوق تقعد لازم اقول لها بونجور معلش مش عارف يعني. كل واحد بقى، ايوه صح كده. ايوه صحيح، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ يا رب تكون في كله احسن تمام صحه يا كريم. واحسن حال. دلوقتي الحمد لله. قبل ما ندخل معاك في التفاصيل الخاصه بنيمار وانتقاله للدوري السعودي، في البدايه بس نعرف منك كده، كان في كلام دار اليومين اللي فاتوا خصوصا بعد المشاده اللي حصلت ما بين محمد صلاح، وهي مشاده مكتومه الى حد كبير بين محمد صلاح وبين يورجن كلوب، وشفناه كلنا في مباراه تشيلسي وهو خارج من الدقيقه 77 وغضبان جدا وعمال يفك الشريط اللازق اللي على ايديه ويرميه على الارض، ويورجن كلوب عمل نفسه مش واخد باله عشان ما يدخلش في يعني في خصومه مباشره معاه. الى اي مدى ممكن يكون الكلام ده حقيقي؟ بص، هو الكلام ده بيتكرر كل لما بيحصل، يعني كل ما صلاح بيخرج، لان صلاح دايما ما بيحبش يخرج من الملعب، بيحب يبقى موجود على طول في الملعب. هو صلاح بيزعل كل ما بيطلع ايا كانت الموقف يعني عامل ازاي. لكن طبعا اليومين دول مع الاستثمارات الكبيره اللي حاصله في الكره السعوديه، ومع الاتجاه لاسامي كبيره جدا زي ما احنا شايفين كل يوم بيحصل ده، وكان مع عرض الاتحاد قبلها بيوم او بيومين، اللي كان تقريبا الوكيل صلاح قفل الكلام تماما وقال ان احنا ما فيش اي تفكير ولا اي كلام اتكلمناه في الموضوع ده. طبعا الكلام اتجدد مع الموقف زي ما انت قلت كريم في مباراه تشيلسي، لكن اعتقد ان من امبارح برضه بالليل كل الناس المهتمه بالانتقالات وكده بتاكد ان صلاح مركز بنسبه 100% مع ليفربول. وليفربول امبارح عمل حاجه يمكن ناس كتير ما خدتش بالها منها، يعني عارف اللي هو رد من غير ما يرد، يعني هو رد بالشياكه كده. امبارح كان في الميديا داي او اليوم الاعلامي لنادي ليفربول، فالنادي منزل الصور اللعيبه في الميديا داي دي، فاول صوره نزلت صوره فان دايك باعتباره كابتن الفرقه، بعديها على طول صوره صلاح وهو موجود في الميديا داي وهو بيستعرض التيشيرت بتاعت الفريق بتاعت الموسم ده، وهو بيضحك مع زمايله، وهم عارف اللي هو بيرد بصوره غير مباشره بيقول ان مفيش اي مشكله، اللعيب هو اهم لعيب عندنا، هو نجم الفرقه، هو اول واحد موجود في الميديا داي بتاع الفرقه. فهم ردوا باسلوب غير مباشر، زائد زي ما قلت لك كل الناس المهتمين بالانتقالات كده اكدوا ان صحيح العرض كبير والعرض قوي جدا، والاتحاد عنده استعداد يرفع العرض كمان، لكن صلاح مركز بنسبه 100% مع ليفربول. جميل. طيب، يعني انا طبعا هيك كمنسق ل او اعلامي للبطوله العربيه برضو دكتور عادل، انا عايزه اروح معاك لان احنا كلنا شفنا الصوره بتاعت حضرتك مع كريستيانو، رغم ان انا عارفه انك مش من عشاق قوي كريستيانو يعني. بس طبعا حابين نعرف الكواليس وكواليس لقائك برضو بكريستيانو وغيره من النجوم هناك، خلينا نسمع منك، اتفضل. هو الشغل ملوش علاقه، انا بحبه ولا كنت بشتغل يعني. هي الفكره كانت في النهائي، طبعا كنت انا منسق اعلامي للمباراه النهائيه الحمد لله يعني. ف كان استلام الجوائز المفروض هيتم في الملعب، لكن بعدها تم الاتفاق انه هيتم في المقطوره نتيجه وجود طبعا يعني نائب الملك وكده عشان يسلم الجوائز. فالمصورين كانوا موجودين في مكان مش قادرين ياخدوا اللقطه بتاعه اللعيبه وهي بتستلم الجائزه يعني. ف كريستيانو بعد ما خد جائزه الهداف هو نازل، فكرت كده فرحت فقلت له يعني بليز يعني لو تقدر انك تيجي بس كده المصورين احتراما ليهم ان هم ياخدوا اللقطه بتاعتك دي. فقال لي اوكي، فجينا مع بعض اتحركنا مع بعض رحنا ناحيه المصورين عشان ياخدوا الصوره بتاعته مع التروفي بتاع هداف البطوله. فحد من المصورين بقى صورني ونزل الصوره، فعرف فحصل قلبان كده، بس الحمد لله ناس توفيق من عند ربنا يعني، بس كنت بعمل شغلي يعني. طبعا لا، بس هي كانت صوره حلوه ولقطه كانت اكيد حلوه، محتاجين كنا نقف عندها. طيب، بمناسبه ده الحديث عن نيمار، كنا لسه بنتكلم انا وكريم، ودلوقتي لو تتفق معانا بقينا نسمع 200 300 مليون يورو، لا يعني ما بقاش الرقم يخضنا زي ما كنا في الاول بنسمعه، وحتى دلوقتي الصفقه انا بشوف ان هي ما هيش الصفقه الواو يعني، بتتكلم احنا سمعنا 400 و500 و700. فبتشوف انتقال نيمار برضو يعني السرعه دي للدوري السعودي؟ وبعدين كمان سؤالي الثاني هو الدوري السعودي الى اين؟ يعني هل احنا هنقفل على كده ولا هنسمع اسماء ثانيه؟ لان لو احنا هنتكلم جد شويه ده هيؤثر بشكل سلبي جدا على الدوريات الاوروبيه الاخرى، ده هيفرغها تماما من يعني نجومها. دي نقطه اعتقد برضو لازم تكون في الحسبان شويه ليهم. هي البوينت زي ما قلت يا نهاوند، الارقام ممكن احنا بنسمع ارقام اكبر من كده، لكن هي المشكله ان الميزانيه تعتبر مفتوحه يعني، مفيش انا مش يعني ما اعتقدش ان في جزئيه اللعب المالي النظيف اللي موجوده في اوروبا اللي بتحجم الانديه في ان هي تعمل اكبر من صفقه بالكلام ده، مش موجوده بالانديه السعوديه. الميزانيه مفتوحه خاصه مع الاربع انديه اللي هي بنحافظ عليها صندوق الاستثمارات اللي هي
الهلال والنصر والاهلي والاتحاد الميزانيه بتاعتهم مفتوحه، يقدروا يجيبوا اللي هم عايزينه. النقطه الثانيه كمان مش بس في قيمه الانتقال اللي بتدفع للنادي، في المرتب اللي بياخده اللاعب. يعني احنا بنتكلم في نيمار تقريبا هياخد زي ما سمعنا يعني 160 مليون يورو في الموسم، ده غير الامتيازات الاخرى اللي هي بقى كل بوست مش عارف بكام، وكل كل فتره بنحقه انه ياخد يعني ينزل بوست عن المملكه وياخد عليها فلوس، وانه كل حاجه بيكتبها مش عارف بياخد ايه، حاجات كده امتيازات ما يعني مالهاش علاقه بالكوره اساسا. هي دي النقطه الاكبر. كمان فكره المرتب، يعني مثلا خلينا ناخد مثال زي مثلا نقوله كانتي لما راح من تشيلسي للاتحاد، ماشي قيمه الانتقال تعتبر قليله او ما كانتش كبيره، او ممكن تكون فري كمان لانه كان مخلص عقده مع النادي بتاعه، لكن هو اللعيب كان بياخد في انجلترا 3 مليون استرليني مثلا في الموسم، بياخد في الاتحاد 30، يعني كان في 10 اضعاف. بنزيما بياخد 100، يعني ارقام كبيره جدا كرواتب، وهو ده اللي بيغري اللعيبه انها تروح. لكن اكيد نيمار حاجه حاله خاصه، لان احنا بنتكلم مثلا في كريستيانو رونالدو كريم بنزيما، لعيبه في نهايه مشوارهم، لعيبه عملوا كل حاجه، كسبوا كل حاجه، خدوا البالون دور، عملوا كل حاجه، فخلاص. طب ده مش سبب كار. مش سبب ادعى يخلي نيمار، لا نيمار انت مشيت اصلا من برشلونه 2017 بتكسر العقد بالصفقه الاكبر في التاريخ، عشان كما قيل يعني من البيئه بتاعته وقتها، انا مش عايز افضل في ظل ميسي، وانا عايز اكسب البالون دور، وانا عايز اروح انا اللي اجيب الشامبيونز ليج لباريس سان جيرمان، وعلى مدار 5 سنين او 6 سنين ما عملتش ده مع باريس سان جيرمان. وفي الوقت الحالي بعد ما ميسي وبعد ما مبابي بيقترب من الرحيل، كنت انت مرشح تبقى انت النجم الاول مره ثانيه، فانك تاخد خطوه زي دي غريبه شويه. صح. طيب احنا عايزين برضو مساعدة حضرتك في ان انت تحسم لنا كده نقطة كنا بنتكلم وبندردش فيها من شوية انا ونهواندي، فكرة ان بناء على ايه بيتم التقييم، يعني حد زي كريستيانو رونالدو بجلالة قدره تمام بانجازاته بتاريخه الى اخره، لما ينتقل للدوري السعودي ويتم الاعلان ان الصفقه دي كانت تكلفتها 200 مليون يورو، وبعد كده يسمع ان حد زي مبابي اتعرض عليه 700 مليون يورو، او ان حد زي نيمار معروض عليه 300 زائد كل الامتيازات اللي حضرتك تفضلت بذكرها، طب دي مش حاجه كفيله بان هي تشعل نار الغضب بداخل كريستيانو رونالدو؟ لا هو اكيد برضه في عوامل ثانيه، يعني مثلا امبابي عنده 24 سنه، كريستيانو 38 سنه، فكريستيانو اكيد في نهايه مشواره، يعني مش ما اكيد كل ما اللعيبه يتقدم في العمر وكل ما العطاء بتاعه متوقع بيكون اقل شويه الموضوع بيقل. عوامل ثانيه مثلا كريستيانو كان لعيب فري، يعني ما هواش مثلا مرتبط بعقد مع نادي في الوقت ده، هو كان لعيب خلاص فسخ عقده مع مانشستر يونايتد فهو فري فهو متاح. انما امبابي انت لازم هتروح تدفع مبلغ للنادي اللي انت هتجيبه منه زي ما حصل مع نيمار مثلا. كل العوامل دي بتفرق طبعا، بس هي الفكره الرقم نفسه، يعني هي فكره في حاجه اسمها ماركت فاليو او قيمه سوقيه، فانت القيمه السوقيه ممكن تعلى عليها شويه، ممكن تنزل عنها شويه حسب المفاوضات بين الناديين، انما انك اللي بقى القيمه السوقيه مثلا 10 فانت تجيبه ب 100، دي اللي مش منطقيه خالص يعني. دي النقطه اللي بنتكلم فيها. صحيح. على كل حال بنشكرك جدا دكتور عادل، وان شاء الله نشوفك قريب، بس احنا اجازه بقى الاسبوع الجاي بعد ما نعود ان شاء الله من الاجازه مره ثانيه. شكرا ليك جدا.